أولا حرية الاعتقاد في نظري أنا كشخص هي دين قبل ما تكون رؤية ولا فكرة ولا شيء أنا أنتمي إليه اعتقادا وفكريا. هي دين عندنا وهي الإيمان بأن الناس أجمعين كما قال علي بن أبي طالب وحط قاعدة التنوع والاختلاف والحرية. قال الناس صنفان، إما أخو لك في الإسلام أو أخو لك في البشرية. فالاختلاف والتنوع هو أساس الحياة، بل جمال الحياة يكمن في اختلاف والتنوع. إلزام الناس برأي معين، بمذهب معين، بدين معين، بفكرة واحدة، هذا شبه مستحيل، لأن الله حط قاعدة في القرآن يقول سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كثير من الناس كي يقرأوا الآيات يقرأوا غير ولا يزالون مختلفين، لكن ما كيمكملوش الآية اللي الكمالة ديالها ولذلك خلقهم، أي خلق الله البشرية باش تكون مختلفة. فحرية الاعتقاد بنظري هي دين قبل ما تكون فكرة وقبل ما تكون مستوردة أو لا مصدرة. هذه النقطة. احنا البارح كنا في مراكش في المؤتمر ديال إعلان مراكش للأقليات المسلمة وغير المسلمة غير المسلمة المؤتمرين كلهم كان العدد ديالهم أكثر من 200 مشارك من 60 دولة، مختلف الأديان، مختلف الطوائف. بالعكس المؤتمر ديال البارح في مراكش تزادت ليه أديان غير معترف بها رسميا كاليزيدية كالصابئة، هذه أديان غير معترف بها رسميا لكنها موجودة في الواقع ومعاش. اضطهاد الأقليات المشكل دياله وهو الصراع الدائر ما بين المتشددين من كل الطوائف، وهذا هو المشكل اللي كان عانيهم منه الآن. يعني الكلمة ديالي البارح في المؤتمر كانت على هذا الأساس، وهو أنه وصل الوقت اللي غادي نسكتوا فيها المتطرفين من كل جهة. المشكل وهذا اعتراف كان اعترفوا به نحن الآن ودائما ولا بد أن اعترفوا به كرجال دين كمخاطبين كدعاة كمشايخ كأساتذة كباحثين كمفكرين. من جانبنا الديني على مر السنوات كان اللي تتصدر الخطاب عندنا المتشددون، والطرف الثاني اللي هم المفكرين والتي تسموا العلمانيين واليساريين اعطوهم الاسم اللي بغيتي كان المتصدر فيهم الخطاب هم المتشددون، بحيث العقلاء ديال الطرفين مستبعدون او مقصون، وتولى الخطاب في الساحه المتشددون اللي سبب نوع من الاضطهاد للاقليات سواء كانت يهود سواء كانت نصارى. ولهذا مبادره بيت الحكمه باقامه هذا المنتدى وهذا الملتقى ديال حريه الاعتقاد هو اساسي. بالعكس ما خصهاش تكون نقط في السنه، بالعكس خصها تكون لقاءات مستمره باش حنا نقتنعوا ونعتقدوا، ثم الجيل اللي حنا كنخاطبوه يشبع الفكره ويفهمها وتكون ارضه في الواقع معاشه، وهو حريه الاعتقاد وان الانسان مخير في ان يعتقد ما يشاء وفي ان يتولى ما يشاء.